مالك يا ناديه؟ كأنك مش عايزة تشوفيني يعني. لا أنا بس قلت يعني تلاقيك عند ريم. أصلها على فكرة سألت عليك كتير قوي، كانت مستنياك ساعة ما كلمتها آخر مرة. ما تشغليش بالك، أنا هطلع من هنا على هناك على طول. خير؟ هو إيه اللي خير؟ مش فاهم الكلمة. أصلك يعني مش هتيجي تزورني كده؟ أكيد وراك حاجة. أنا بيعجبني نبهتك يا نادية، شاطرة. أنا ورايا حاجات مش حاجة واحدة. قول. أنت عارفة إن مهدي الله يرحمه كان غالي علينا أوي. أمال؟ وطبعًا كلنا اتفاجئنا إن الراجل مات كده وهو كان سليم 100%، ما كانش عيان ولا حاجة. وبصراحة أنا جاي النهاردة مخصوص عشان الموضوع ده. أصل أنا عملت حاجة شريرة من وراكي. أنا شرحت الجثة يا نادية. شرحت الجثة عشان أعرف سبب الوفاة، طبعًا عن طريق رجالتنا إحنا، مش بره، ما ينفعش. والتقرير اللي جالي عن سبب الوفاة إنه مات مقتول مخنوق. وإحنا ما بنسيبش حق رجالتنا يروح كده يا نادية، وبعرف أجيب حق رجالتنا لو في بطن الحوت. ومفيش حد ربنا خلقه ليه مصلحة في موت مهدي غيرك أنت يا نادية. مش أنا. يعني مهدي مات مقتول. يعني أنت جاي مخصوص عشان تسأل؟ بدل اللف والدوران ده كنت جيت وسألتني. على فكرة أنت لو كنت جيت وسألتني دايركت أكيد كنت هقولك مين اللي قتله. عايز تعرف مين اللي قتله؟ مروان. أرجوك أرجوك ما تحاسبناش إن إحنا سكتنا وما اتكلمناش. عارف إحنا ما اتكلمناش ليه؟ عشان مروان كبر. كبر قوي قوي بسببكم. وبعدين ما سألتش نفسك قبل ما تعمل فيها مفتش كده تسأل مين اللي أرغم محرم إن هو يحرق المخازن؟ مين اللي بلغ عن محرم؟ كنت سألت الأول وبعدين تعالى حاسبنا. بس المفروض كنتوا تحكولي على كل اللي حصل ده من الأول. بجد؟ أنت كنت عايزنا نقول دوت عشان مروان يدفننا بالحياة؟ طب دلوقتي محرم مات مقتول، هتعملوا إيه؟ هتعرف مين اللي قتله؟ ولا مش مهم ده بالنسبة لك؟ حسن وأمه ورجالتهم جم يوم ما كان مهدي عاوز يتجوز لبنى وحصروا الفيلا كلها وهددونا. عيلة عبد الحكيم دي جدرة، ربنا يوريني فيهم يوم. جرى إيه يا عادل؟ هو إحنا مش اتفقنا إن إحنا هنتغدى مع بعض ولا إيه؟ معلش يا حبيبتي، أنا عندي ميعاد مهم جدا أخلصه وهبقى أكلمك نشوف هنعمل إيه. اوكي تانس وتشرف في اي وقت. برافو يا بدري، جيت في ميعادك مظبوط. سعيده. تعال اتفضلوا من هنا. لا بس بجد مبسوط من مواعيدك قوي يا بدري. هو احنا نقدر نتاخر عليك يا باشا؟ انا مواعيدي سيف يا باشا، خصوصا مع الناس اللي زي سعادتك. يعني حبيبي تحب تشربوا ايه؟ شاي بلبن، شاي ساده. مش لازم شاي خالص. كل اللي انت عايزاه موجود. تحب تشربي مانجا؟ مانجا جميله قوي، ده حتى الموسم بتاعها اليومين دول. بلاش مانجا كمان. من انا يا ست العين. تسلم عينيك يا باشا يا باشا. ما اسمعش حسك تاني. يوه، وانا قلت حاجه؟ الراجل بيعزم علينا بعصير وانا عطشانه.